أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من أسئلة عن الإيمان، ومعنا أيضا ضيفنا الكريم القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا. أهلا بك. وردتنا أيضا أسئلة كثيرة في هذه الحلقة، ولدينا رسالة من سيدة مغربية تقول فيها إلى الأخ محمد وزميله أبي السيد زكريا بطرس: السلام عليكم ورحمة الله تعالى. أولا أشكركم جزيل الشكر على برنامجكم الرائع والجميل والمقنع نور الإيمان، هو أسئلة عن الإيمان. إنني سعيدة بمحبتي وإيماني الذي اكتشفته أخيرا بعدما كنت في خدمة غامضة ولا أعرف شيء، لأنني أشكر الرب القدير على كل شيء تغير في حياتي فجأة، وهذا من فضل الرب الحبيب المعين المقدس، أشكره كثيرا، أمين. إنني أعيش في فرنسا متغربة وليس عندي أحد، يعني يتيمة، وكنت أعاني جدا بالوحدانية وإنها صعبة، والوحدة هي كاتب الوحدانية، لكن تعرفت بشاب طيب الأخلاق مؤدب، معرفتنا لمدة 15 شهرا وأنا معه طول هذا الوقت، لكنه لم يتجرأ ولم يمانعني عن ديني الذي كنت فيه. بعض الأحيان كنا نتناقش عن الدين، وبدأ يحكي لي على حياة محمد وحياة الإسلام، ثم بدأ يأتيني بالكتب عن الإسلام، ولمدة 3 أيام ركعت لربي وبكيت وطلبت منه بأن أعرف الحقيقة عن الإيمان. وفي تلك اليوم جاءني الحبيب العظيم الطيب السيد المسيح وطلب مني ويقول لي بسرعة: خرج الآيات الذي معلقة على بيتك والكتب القرآنية وبدلهم علق الصليب، هذا هو الإيمان الحقيقي. إنني سعيدة جدا وأشكر الرب في كل دقيقة وثانية على تغير حياتي. إنني سعيدة جدا، كما أملي للجميع بأن تأتيهم هذه اللحظة الجميلة وتكون عندهم لحظة المحبة الحقيقية بالإيمان بالسيد المسيح يا رب. باسم المسيح أمين، وأودعكم وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء. أختكم جوهرة. أمين. شكرا يا أخت جوهرة، نحن نفرح معك أيضا لأجل معرفتك في الرب يسوع ومن أجل خلاصك. أمين. ومن أجل النعمة. جاءنا أيضا سؤال يقول، أو هي تصريح في الواقع، يقول: أنتم لن تستطيعوا أن تطفئوا الشمس في وضح النهار، فالإعجاز القرآني لا يتأثر بهذا الهراء الذي تقولونه وتهاجمون به كتاب الله الكريم، فإن تنتهوا فهو خير لكم. شكرا، شكرا جزيلا. طبعا احنا بنحترم حرية التعبير عن الرأي، نعم، مهما كان مخالف أو معارض أو معاكس، وإحنا ما بنطفئش الشمس، لكن نحن نتساءل في عين الشمس، وإحنا ما بنهاجمش حد، لكن كل أوضاعنا هي تساؤلات من أجل التفاهم. ولا التساؤل بيعتبر جريمة؟ طالما الأخ ده بيتساءل بالأسلوب اللطيف ده، فإحنا كمان بتساءل بحرية، مش ينفع؟ بتساءل بخصوص أمر في المصحف عن غروب الشمس، حقيقة علمية عايزين نشوف إيه ردها. فجاء في سورة الكهف آية 83 إلى 86 يقول: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا حتى إذا بلغ إلى مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. الشمس بتغرب في عين حمئة. أنا مش عايز أفسر كلام القرآن لأن احنا ما بنفسرش، لكن احنا بنرجع للمفسرين. فالطبري بيقول: اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأه بعض قراء المدينة والبصرة في عين حمئة،
بمعنى أنها تغرب في عين ماء ذات حمأة يعني طين. وقرأته جماعة من قراء المدينة وعامة قراء الكوفة في عين حامية، يعني القرآن نفسه فيه حسب القراءات مختلف، مش دي مشكلة، يعني أنها تغرب في عين ماء حارة، يا طين يا مية سخن. من هذا يتضح من المدارس الثلاثة كلها، المدينة والبصرة والكوفة، في تفسير الآية عن الشمس أنها بتغرب في عين بير مليئة بالمية السخنة والطين. هاي ازاي ده يحصل والارض قد الشمس، الشمس قد الارض 1,300,000 مرة؟ كلام العقل بالمنطق يرفض المنطق والعقل. الشمس اكبر من الارض، هتخش بير في الارض. ولكن كان الله بالحق هو المتكلم، فهذا الكلام خطير جدا الذي تقوله. ما هي لو ديت يعني ما هياش إذا ولا إنا، لو امتناع الامتناع. أوكي، لربما مقصود أنه رآها بنظرته البشرية فتصورها تغرب في بئر. ليه رأيهم باستمرار؟ أنه يقول لك أنه راح شاف الشمس زي إحنا ما بنشوفها كده، بتقعد في تسقط في الأفق، وممكن يكون الأفق ده في البحر. نعم. فبقول لك هو شافها كده، وده رأي برضه العاجزين، يعني رأي كده عشان نمشي الشغل يعني. لكن مش رأي الدارسين للقرآن. تعال بينا بقى لاحظ ان في الآيات، في الآية اللي انا قلناها ان الله مكن له في الأرض. نعم. يبقى الله اللي مكن له. والله أتاه من كل شيء سببا، هذه حاجة تانية. وسببا يعني معناها ايه؟ يعني علم. الله ده علم. نعم. ده ابن كثير اللي بيقول الكلام ده. ولاحظ أيضا معنى كلمة فأتبع. ابن كثير قال اختلفت القراء في قراءة أتبع دي، بعضهم في المدينة والبصرة قالوها فاتبع، اتبع يعني ايه؟ مشى في السكة دي. والبعض التانيين بيقول لك في الكوفة انه فأتبع يعني لحق، لحق بالموضوع. وأضاف ابن كثير بناء على ما أورده من آراء الفقهاء قائلا وأولى القراءتين في ذلك بالصواب فاتبع، يعني حتى بيخالف المصحف العثماني اللي بيقول فأتبع، هو بيقول لها الأصح فاتبع اللي هي قراءة الكوفة، لأن ذلك خبر من الله تعالى عن مسير ذي القرنين في الأرض التي مكن له فيها. إذن مسيرة ذي القرنين في الأرض بتوجيه من الله سبحانه وتعالى متبعا فيها العلم ورؤيته للشمس، ليست مجرد رؤية العين بل اتباع العلم الإلهي. فأتبع سببا أو فاتبع سببا العلم نفسه. ولاحظ تعبير القرآن لم يقل رآها تغرب في عين حامية، قال ايه؟ وجدها تغرب في عين حمى. فرق كبير جدا بين معاني الكلمات. رآها رؤية العين، لكن وجدها بيقولوا المعاجم العربية وجد في معجم الوسيط الجزء الثاني صفحة 1013 يقول لك معنى وجد علم وأدرك، مش رأى. علاوة على ذلك لو كان الأمر يتعلق برؤية العين رآها هناك دي خاطئة علميا. إذن فهم ما هو إعجاز قرآن هنا بقى؟ إيه الإعجاز القرآني؟ صح؟ الشمس بتغرب في عين حمأة ده إعجاز. فإلى من يؤمنون بالإعجاز العلمي القرآني نتساءل، كيف تغرب الشمس في بئر من الطين وهي أكبر من الأرض 1,300,000 مرة؟ مجرد تساؤل. أين الإعجاز العلمي؟ مجرد تساؤل. وأنا أيضا سؤال جريء يدور في خاطري، من أين استمد إن كان هذا الكلام، إن كان صح التعبير محمد، هذه الفكرة أن غروب الشمس كان في عين حمأة؟ بيقولوا وحي، لكن زي ما احنا شايفين أن الوحي مش ممكن يقول على شمس هتنزل في بير في الأرض،
ده أكبر من الكرة الأرضية كلها. طب منين بقى؟ وده سؤال مهم قوي. دي لها أصول في الشعر الجاهلي. ده كتاب بتاع مؤلف جامع هذه الأشعار اسمه لويس شيخو اليسوعي، شعراء النصرانية قبل الإسلام، منهم امرئ القيس وأمية بن الصلت إلى آخره. في صفحة 236 أتم هذا الكلام بعينه. من قصيدة لأمية ابن الصلت، يقول عن الإسكندر الأكبر: بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشدي، فرأى مغيب الشمس عند مآبها غروبها في عين ذي خلب وثأط حرقدي. خلب يعني طين، ثأط يعني الحمأة، حرقدي يعني الإسود. إذن أمية ابن الصلت وكان معاصرا للرسول، والرسول كان يرى في أمية مثلا أعلى، وأخذ كثير من أشعاره، أخذ كثير من أشعاره، وقال: كاد أمية أن يكون مسلما. وكان يحب يسمع أشعاره. فلقط منها هذا الكلام: فرأى مغيب الشمس عند مآبها في عين ذي خلب وثأط حرقدي. يعني المصدر شعر جاهلي. لأن ربنا مش ممكن يقول كده. هذا اكتشاف رهيب. اكتشاف رهيب بالحقائق. ما هو الناس بس تقرا وتفهم وتشوف تبحث، ما الانسان ما ياخدش الامور كده مسلمات. نعم، هذا اكتشاف رهيب. هل يمكن ان توضح للمشاهدين ماذا يقصد القران بذي القرنين؟ طبعا احنا بنرجع للتفاسير عشان خاطر يوضحه. فالامام الطبري بيحكي قصه عن عقبه ابن عامر، فبيقول انه دخل على رسول الله وقال له انه في قوم من الاهل الكتاب عايزين يقابلوك. فقال: مالي وما لهم، مالي علم الا ما علمني الله. عارف انهم جايين يسالوه. ثم قال: اسكب لي ماء فتوضا ثم صلى. ثم قال بعدما توضا: فرايت السرور في وجهه، وقال: ادخلهم علي. فدخلوا وسألوه عن ذي القرنين، فقال، أجابهم يعني: إنه كان شابا من الروم، فجاء فبنى مدينة مصر الإسكندرية. يبقى كأنه بيعترف أنه هو مين؟ الإسكندر الأكبر. فلما فرغ جاء ملاك، لما فرغ الإسكندر الأكبر من بناء المدينة الإسكندرية، جاء ملاك فعلى به في السماء. ثم قال له الملك: إن الله بعثني إليك تعلم الجاهل وتثبت العالم. لا بقى بيوحى إليه ذي القرنين. فأتى به السد، وهو جبلان لينان يزلق عنهما كل شيء، ثم مضى به حتى جاوز ياجوج وماجوج. ده كل ده الطبري بيقول كده. ثم مضى به إلى أمة أخرى وجوههم وجوه الكلاب يقاتلون ياجوج وماجوج. وبيواصل الطبري: ثم مضى به حتى قطع به أمة أخرى، وده كلام النبي محمد، يقاتلون هؤلاء الذين وجوههم كوجوه الكلاب. ثم مضى حتى قطع به هؤلاء إلى أمة أخرى، يبقى قد الإسكندر الأكبر. فيضيف بقى الطبري ويقول: سأل ابن الكواء عليا ابن أبي طالب عن ذي القرنين، فقال: هو عبد أحب الله فأحبه، وناصح الله فنصحه، فأمر الناس بتقوى الله فضربوه على قرنه فقتلوه، ثم بعثه الله فضربوه على قرنه الآخر فمات. ومن هنا جاء اسمه ذي القرنين، انه انضرب على
قرنين. أما القرطبي فقد قال في تفسيره عن ذي القرنين أنه نبي مبعوث فتح الله تعالى على يديه الأرض، وذكر الدرقطني في كتاب الأخبار أن ملاكا يقال له رباقيل كان ينزل على ذي القرنين. وأضاف القرطبي قائلا أما اسمه فقيل هو الإسكندر الملك اليوناني المقدوني، يعني إسكندر الأكبر. طب تساؤلي أنا دلوقتي، هل كان الإسكندر الأكبر نبي صحيح وجاله ملاك وخده في السماء وداوة؟ المواضيع دي ده يعتبر فعلا الله اللي بيقول كده؟ إسكندر الأكبر فاتح وراجل وثني من اليونان يقال عليه أنه نبي؟ علامات استفهام. يسعدنا أن نتلقى هذه الإجابات على الأسئلة التي تردنا وغيرها حتى تستنير العقول ويتعمق الإيمان أيضا. هل لديك أي حقائق أخرى تحتاج إلى توضيحات برأيك؟ من الناحية العلمية، الإعجاز العلمي ده في حاجات كتير قوي قوي في القرآن محتاجة إلى تساؤلات. فبخصوص الأرض، هل هي ثابتة أم متحركة؟ في سورة لقمان آية 10 خلق الله السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وفي سورة النحل آية 15 وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وفي سورة الأنبياء 31 وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. فسر الطبري هذا الكلام وقال جعل على ظهر الأرض رواسي وهي ثوابت الجبال، أن تميد بكم معنى كي لا تميد بكم، ويقول أن لا تضطرب بكم ولا تتحرك يمنة ولا يسرة ولكن تستقر بكم. الأرض ثابتة، مش الجبال مثبتة؟ هذا ما يقول. نعم. القرطبي بقى يقول إيه عن أنس بن مالك؟ سأل النبي فقال، النبي قال لما خلق الله الأرض جعل التميد، فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت، فعجبت الملائكة من شدة الجبال. كلام برضو علميا على ما استفهم. تساؤلنا، هل هذا يتفق مع العلم؟ ألا تدور الأرض حول الشمس، حول نفسها مرة كل 24 ساعة وحول الشمس مرة كل سنة؟ إن كانت الجبال هي التي تثبت الأرض حتى لا تميد وتضطرب، فماذا بعد تفجير الجبال في كل مكان زي مثلا في السد العالي، الأنفاق في جبال القلب وهكذا؟ لكن تعرف هذا الكلام موجود في الأشعار دي في صفحة 104 بيقول إيه في شعر زيد ابن عمر، شعر زيد ابن عمر جاب الكلام ده بالنص صفحة 104 لحظة واحدة ايه. زيد بن عمرو ابن نفيل برضو من شعراء الجاهلية، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا دحاها فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبال. مش ديت آيات قرآنية في النازعات مع عم الشمس الأرض الجبال؟ الأرض الأول كانت على المية وبعدين رساها بالجبال. إذن حاجات مأخوذة من الشعر الجاهلي، ودية القضية كلها اللي عاملة لخبطة. نعم. وأيضا في شعر أمية بن الصلت صفحة 226 بيقول مثل هذا الكلام أمية هذا أهي 226 بيقول إله العالمين وكل أرض
ورب الراسيات من الجبال بناها وابتنى سبعا شدادا بلا عمد يرينا ولا رجال. السماوات سبعة وهي دي اللي مأخوذة في القرآن، بلا عمد ما فيهاش عواميد. وسواها وزينها بنور من الشمس المضيئة والهلال، ومن شهب تلألأ في دجاها مراميها أشد من النصال. إلى آخر هذه القصيدة لأمية ابن أبي الصلت عن الخلق تماما زي ما مكتوبة. ما لا أعتقد أنه وحي يقول أن الجبال بتثبت الأرض، الأرض معلقة. نعم. جاءنا سؤال عن إعجاز القرآن العلمي، يقول أن القرآن هو أول من تكلم عن أطوار الجنين في بطن أمه، فما رأيكم؟ الحقيقة قبل ما أجاوب عندي مقال من روزا اليوسف بتاريخ 15/3 سنة 2003 بيقول إيه اللي كتبه صلاح حافظ. لماذا من الأول معجزات زغلول النجار في ميزان المنهج العلمي؟ لماذا نلوي حقائق العلم لإبهار عامة الناس؟ ومقال طويل يقول أما الاجتهادات البشرية في تفسير القرآن عن ظواهر ونظرات ونظريات علمية استجدت على الفكر والتراث الإنساني إلى آخره على عمنا النجار، بخبر حضرتك. وبيقول كده أنه يطالعنا الدكتور زغلول النجار في مقاله الإسبوعي بالأهرام يناقش نفس الموضوعات ويطرح نفس النقاط التي أثيرت من قبل. وعندنا أن الدكتور يظن أنه مش عندي أنا، عند كاتب المقال، أنه قد أبهر القراء من جديد، أو أن أقواله تلك سوف تمر بغير مراجعة متخصصة وموضوعية. نعم. لهذه الإدعاءات. بتكلمنا عن الجنين. نعم. الجنين في سورة المؤمنين، جاء في سورة المؤمنين آية 12-14 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم أنشأناها خلقا آخر. دي بيقولوا إعجاز قرآني، ما كانتش الحاجات دي معروفة. لكن الحقيقة الحاجات دي كانت معروفة من قبل القرآن بمئات السنين. ففي سفر أيوب إصحاح 10 ومن الآية 12-14 في سفر أيوب بيقول عن هذه الأطوار بالضبط. وأيوب كان قبل محمد بمئات السنين أهو. يقول ألم تصبني كاللبن وخثرتني كالجبن كسوتني جلدا ولحما فنسجتني بعظام وعصب منحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي. يعني أيوب اتكلم عن أطوار الجنين قبل ما يتكلم عنها محمد. أيوب كان سنة 2000 قبل الميلاد، يبقى بينه وبين محمد حوالي 2700 سنة. واتكلم عنها. وفي سفر المزامير مزمور 139 يقول نسجتني في بطن أمي أحمدك لأنك صنعتني بإعجازك المدهش لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الرحم أبدعتني هناك في الخفاء رأتني عيناك علقة وجنينا وقبل أن تخلق أعضائي كتبت في سفرك. وكان داود النبي قبل محمد ب1100 سنة. ده الكتاب المقدس. لكن علم الطب أيضا وصل لهذه الأمور. ففي الموسوعة العربية الميسرة صفحة 1149 في الموسوعة العربية الميسرة دي بيقول
تشير الآثار على نشوء علم الطب لدى السومريين والبابليين قبل الميلاد بقرون كثيرة. ودرجات متفاوتة في التقدم في العلوم التشريحية، أمراض النساء والحمل يرجع تاريخها إلى حوالي سنة 1800 قبل الميلاد، يعني 2400 سنة قبل الإسلام، تحتوي على وصف لأجزاء الجسم، وقد ساهم العرب على وجه ملحوظ في علم الطب. ده الموسوعة العربية المنصرفة. نعم. كده مش كده؟ طيب يبقى ازاي بقى ان دي عملية إعجازية وهي قد وصلت قبل كده ومعروفة؟ والحقيقة عايز اقول لك ايضا في الشعر الجاهلي موجود الكلام ده. السموأل ابن غريض ابن عدياء، ده يهودي كان قبل النبي محمد، قال عن خلقة الإنسان: نطفة ماء منيت يوم منيت، أمرت أمرها وفيها بريت، يعني خلقت، كنها الله في مكان خفي وخفي مكانها لو خفيت. يعني كلام من الشعر السائد في ذاك العصر وفي ذاك الحين، لكن إعجاز علمي عليها علامات استفهام كبيرة قوي. لدينا دقيقة واحدة، هل برأيك تتمشى أطوال جين مذكورة في القرآن مع منطق علم الطب؟ علم الطب بيرفض هذا تماما. فعلم الطب بيقول إن ما فيش حاجة اسمها مضغة. مضغة زي حتة لحمة قعد الواحد يمضخها كده في لسانه، ما فيش، مش موجودة. بعدين بيقولوا إن الأطوار دي كلها، يعني لو جبنا عض، لو في ستات بيسقطوا كتير إجهاض. فبقولك عمرك شفت في تاريخ الطب إن واحدة ست أجهضت فيلاقوا هيكل عظمي؟ الطب لا يقول ذلك. الطب يقول أن الجسم كله يتكون معا، لكن ما فيش عظما وكسوناه لحما طبيا غير موجودة، لأن ما فيش واحدة ست بتسقط هيكل عظمي. نعم. شكرا لك، لقد أدركنا الوقت وينبغي أن ننهي البرنامج. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم. ما سمعناه في هذه الحلقة أشياء قد تثير الغضب، ولكنها في داخلي تثير الحزن أيضا. ارفع قلبك إلى الله واسأله وهو يجيبك. أمين. شكرا وإلى اللقاء. أمين.